بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. أعزائي الطلاب المتابعين على قناة عقول لامعة والمتابعين على منصة مودرن أكاديمي إي جي، النهاردة هنشرح مع بعض زمن Present Perfect Tense، زمن المضارع التام. Present Perfect Tense، زمن المضارع التام، في حاجة جميلة جدا. نص من الزمن ده have وhas، والنص الثاني past participle. يعني انت لو بصيت معايا كده الاول على الوايت بورد هتلاقيني اقول كده ان الزمن ده عباره عن has or have plus past participle، التصريف الثالث للفعل، التصريف الثالث اسمه ايه؟ present perfect. present perfect المضارع التام، المضارع اللي تم، اكتمل، حدث اكتمل. حدث ايه؟ اكتمل منذ فترة قليلة، او اكتمل وله اثر، او بدأ ولا زال. يعني مثلا Egypt has developed a lot، مصر تطورت كثيرا. التطور ده انقطع ولا لسه موجود؟ لسه موجود، لسه بيحصل. يبقى Egypt has developed and developed، ومعنى has developed ان الكلام ده شغال لسه لحد دلوقت، لحد من فترة قريبة. has developed، خدت بالك معايا؟ هو ده زمن المضارع التام، present perfect. has كفعل ينتهي بس تلاقيه مع he وshe وat واسم الواد والبنت. I we you they كل ده هتلاقيه مع مين؟ مع have. هتيجي تبني الزمن ده للمجهول، وبدل ما تبدا بالسبجكت الجميل هتبدا بالاوبجكت، يبقى هتجيب لي هاز او هاف ومعاها بين او بين يعني والباست بارتيسيبل. تعالى انا ادي لك مثال. شي هاز دان هير هوم ورك، هي عملت الهوم ورك اوريدي بالفعل. تعال نحول الجمله دي من شي اللي هو السبجكت للاوبجكت اللي هو هير هوم ورك. هير هوم ورك هاز بين دان، هاز بين دان اوريدي. هو ده يا اولاد زمن المضارع التام، الكور، القلب بتاع الزمن اللي انا عايزك تفهمه وتميزه عن الازمنه التانية، ان ده بيتركز على الحدث اللي تم انجازه. معنى ان اقول has done ان حصل منذ فتره قليله، حصل وما زال له اثر، حصل وما زال يحدث. طب لما اقول do و does يبقى عاده وتكرار، لما اقول is doing يبقى now. خلي بالك ان احنا عندنا في اللغه العربيه مضارع وماضي لا انا عندي هنا مضارع بسيط، مضارع تام، مضارع مستمر، وكل زمن ليه استخدام. فانا مش هشغلك كتير، انا هقول لك ان الفيرب اللي انت بتتعامل معاه في الانجليش هيبقى شكله حاجه من دول دو وداز، ودول زمن، وده امتى؟ حاجه متكرره، عاده وتكرار وحقائق. وdoing اللي قبلها am is are، وده امتى؟ قال لي ده event now، حدث ايه؟ او action now، حدث بيحصل دلوقتي. طب has done و have done، يبقى الكلام ده recent، ها يعني حديث، recently. الترجمة الاختياري بيجي لك جملة تقول لقد حققت، يبقى المضارع التام have achieved. يلا نخش بقى على التركيبة والجرامر التطبيقي اللي بنتميز بيه على منصتنا وعلى قناتنا. يلا نخش على التطبيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الجرامر التطبيقي بتاعنا، توضيح اللي انت شايفه على البورد قدامك، ان زمن present perfect has or have past participle. اوكي طب جميل حضرتك، طيب لو passive يبقى has او have been past participle.
طيب الحدث اللي ايه؟ الحدث اللي تم منذ فترة قريبة او له اثر في الحاضر. طب مين اللي يوضح الكلام ده؟ كلمة زي كلمة just، توا او حالا just، او كلمة زي كلمة already بالفعل. تعال ناخد example one. The glass is empty. ايوه glass is empty، فاضية. تمام؟ ايه النتيجة؟ النتيجة ان انا فهمت منها من الجلاس از امتي ايه؟ فهمت ان he has already drunk the juice. He has already drunk the juice، يعني هو بالفعل شرب الايه؟ الجوس. بالمناسبة دي مش جلاس، دي بوتل، ماشي؟ بس عدوها يعني. المثال اللي بعده، he looks tired. باين عليه مجهد. looks شكله مجهد. he looks tired. فهمت ايه؟ He has just finished his work. لسه مخلص شغل حالا. تمام؟ الجملة اللي جاية بتقول his works. يعني ايه his works؟ أعماله. his works جملة passive. مالها his works؟ have been translated. have been translated، تم ترجمتها. الزمن ده برضو بيتكلم زي ما بيتكلم عن الحدث اللي تم إنجازه منذ قليل أو تم إنجازه بالفعل. بالتمام اتكلم عن الحدث اللي لم يتم انجازه. لم يتم ايه؟ لم يتم انجازه. خلصت يا ابني البروجكت؟ لسه ما خلصتش البروجكت. يبقى he hasn't finished the project yet. لسه ما خلصتش الايه؟ البروجكت. يبقى have you drunk your tea yet؟ yet دي في نهايه السؤال. شربت الشاي؟ طب هات الشاي من جنبك يلا واشربه. have you drunk your tea yet؟ No, I haven't drunk my tea yet. محمد حرك السوفت ده شوية كده. No, I haven't drunk my tea yet. لا كده. No, I haven't drunk my tea yet. لا أنا لسه ما شربتش الشاي. But I'm waiting to drink. هنتظر إن أنا أشرب. دي معنى كلمة yet. هل فعلت بعد؟ طيب شوف الإكزامبل اللي بعده. من الكلمات الدالة على الزمن ده كلمة لو انه بيدل على recent actions، الاحداث الجديدة. recently، حديثا. recently، lately، so far، حتى الان. till now، up till now. خد بالك معايا، الكلمات دي كلها بتدل على زمن المضارع التام. till now و up till now. تعالى ندي لك example one هنا. example بيقول ايه؟ he hasn't drunk much coffee. He hasn't drunk much coffee. هو ما بقاش يشرب قهوة كتير. امتى الكلام ده؟ ما بقاش يشرب قهوة كتير ايه؟ lately، مؤخرا. خدت بالك معايا؟ He hasn't drunk much coffee. ما بقاش يشرب قهوة كتير. الكلام ده ايه؟ lately، مؤخرا. مثال ده بيقول She very hard this week. She very hard this week. يعني هي اشتغلت بجد قوي الاسبوع ده. يبقى She has worked. She has ايه؟ worked. والكلام ده امتى؟ this week. he hasn't drunk much coffee. he hasn't drunk much coffee. ما بقاش يشرب قهوة كتير. الكلام ده امتى؟ lately، مؤخرا. الفرق بين yet ولately في النفي. yet لم افعل بعد ولكني سافعل. I haven't eaten yet. لسه ما اكلتش بس هاكل. I haven't drunk. لسه ما شربتش بس هشرب. طيب I haven't drunk much. ما بقتش اشرب كتير من القهوة مؤخرا. lately. lately. تمام؟ تفضل lately في الجملة المنفية. تمام؟ الجملة اللي بعدها بتقول علي more training recently. علي بقى يعمل training اكتر. يبقى has done more training recently. So he is better. طب تستخدم since و for. يعني ايه الاول؟ since معناها منذ. ويعني ايه فور؟ لمدة. طبيعي ان كلا كلمتين كل واحدة هتيجي بعدها حاجة مختلفة. فور لمدة، سينس منذ. سينس السنة فور كم سنة. سينس الشهر فور كم شهر. سينس الساعة فور كم ساعة. سينس اليوم فور كم يوم. شفت النغمة الجميلة دي؟ وهعمل لك جدول دلوقتي. He this kind of job for many years. هو عمل الوظيفة دي many years، سنوات كتيرة. يبقى he has done. he has done this kind of job. he has done this kind of job.
طيب الجملة اللي بعدها before she became a teacher، قبل ما تبقى هي مدرسة she a different kind of job. حطيت الجملة دي في النص كده فراحوا العيال قالوا لي she has done، قلت لهم لا يا ولد she did. ليه؟ a different kind of job، الوظيفة المختلفة ended، انتهت. كانت محاسبة وبقت مدرسة، كانت محامية وبقت مدرسة، فهم؟ يعني دي حاجة، دي حاجة تانية. فطالما الحدث انتهى يبقى الماضي البسيط التصريف التاني، انما لو الحدث لسه ليه أثر، I have studied English، درست انجليزي for 10 years now، ادي لي 10 سنين ولسه بدرس انجليش وفتح فيديو انجليش وبذاكر انجليش. We English 14 years now، we have studied English 14 years now، يعني بندرس الانجليزي قدنا 10 سنين دلوقتي. انا عايز اقول لك الناس بتقول الجرامر ماليش لازمه. يا ابني والله الفكره كلها ان انت تاخد كور الزمن، قلب الزمن، قلب زمن المضارع التام، الحدث اللي تم انجازه، الحدث المستجد، الحاجه اللي شايفها وملموسه قدامك، لقد انجز. انا عايز ادي معنى ايه لقد انجز؟ لقد اتم، فهم؟ وحط بقى اي فعل بقى معاك يقول الكلام ده. يلا نقول ان فرق سينس وفور زي ما قلت لك، سينس 2010 يبقى فور 10 years، سينس مانداي يبقى فور 3 days، سينس ابريل فور 5 months، سينس 7 o'clock فور 2 hours. يعني هنا o'clock ساعة تماما وهنا hours، ولكن كل واحدة فيهم لها تعبيراتها. يعني مثلا ممكن نقول سينس ذن منذ ذلك الحين، سينس مورنينج منذ الصباح، سينس ذا بيجينينج اوف، سينس هيز تشايلد هود منذ طفولته، سينس هيز بيرث منذ ميلاده. سينس بتركز على ستاند بوينت اوف تايم ان ذا باست، يعني نقطة بداية الحدث في الماضي. سينس امتى؟ يوم كذا، شهر كذا، فترة كذا، فاهم؟ سينس ستاند بوينت. طب فور لمدة قد ايه؟ يلا بينا. For over 3 years، for over لما يزيد عن، for ages لعصور، for life مدى الحياة، for a while لبرها، for centuries لقرون. حصل ما بينهم جدال على كلمة last، ما بين مين؟ since for، فده تدخلت وقلت يا جماعة نحلها كده ونحفظها للعيال الطلبة بتوعنا، since last for the last، since last for the last، since last week for the last week، since last month for the last month. تمام كده؟ تمام زي الفل. سينس وافقت؟ سينس انا موافقه سينس. وبعد كده بصيت لقيت سينس عملت حركه غدر. ايه هي؟ قالت انا ستاند بوينت، يعني نقطه بدايه، فينفع الميتنج يبقى بدايه، فاقول سينس ذا لاست ميتنج منذ اخر اجتماع، وسينس ذا لاست ماتش. فقلت العيال امركم لله يا اولاد، خلوا بالكم من سينس ذا لاست meeting منذ آخر اجتماع، وذا لاست ماتش، وذا لاست كونفرنس منذ آخر مؤتمر. خلاص يا ابني معلش زي بعض وسامحني، هي سينس دي دماغها كده. سينس ذا لاست ميتنج اللي هي آخر اجتماع البوينت بتاعتها من حقها، ذا لاست ماتش وذا لاست كونفرنس وهكذا. نيجي نحل كام جمله دول سريعا. بيقول لي she has been ill، هي عيانه، in hospital في المستشفى، last week يبقى since last. Sally has worked in a company the last 2 years for the last. We have played for this team، احنا لعبنا في الفرقه دي، last year since last. The last meeting اخر اجتماع يبقى since the last meeting. الخناقة ما زالت شغالة ما بين فور وسينس. الخناقة على ايه دلوقتي؟ مين هيكسب، فور ولا سينس؟ اقول لك سينس، لان سينس اشتغلت رابط ما بين جملتين وخدت بعدها زمن يساعدها. تتخيل تلجأ لمين؟ الزمن اللي بيساعد كل الازمنة، زمن الماضي البسيط. اي رابط تغلب فيه هتلاقي بعديه ماضي بسيط، ما عدا هو افتر اس اون از لما نيجي للماضي التام، واخد بالك؟ انما كل الرابط بعدها ماضي بسيط. فهنا سينس بعدها باست سيمبل، سينس في النص وبعدها الباست سيمبل،
سنس في الاول وبعدها الباست سيمبل. طب والجمله الثانيه مضارع تام او اتس فتره. تعال نشوف يعني اجيب الفاعل وبعد كده هاز او هاف وبعد كده الباست بارتيسيبل وبعد كده سنس باست سيمبل. يعني اقول ايه يعني يا مستر؟ قول يا ابني زي ما انا هقول لك كده، ركز معايا. سينس شي ريتايرد، منذ ان تقاعدت عن العمل، شي هاز ريتن، كتبت مثلا 3 stories 3 stories، ثلاث قصص. اوكي، شي هاز ريتن، شي هاز فيزيتد، يعني الجمله الثانيه مضارع تام. او ان انت الجمله تبقى بادئه باتس كده، اتس فتره زمنيه سينس ماضي بسيط، اتس فتره زمنيه سينس ماضي بسيط، اتس ا يير اديلي سنه، سينس اي لاست فيزيتد اليكس، من اخر مره فيزيتد اليكس زرت فيها ايه؟ اسكندريه. اتس ا يير سينس اي لاست فيزيتد اليكس، بقى لي سنه من اخر مره زرت فيها اسكندرية. خدت بالك معايا؟ طيب مثال اول هنا it's 3 years. الجزئية دي اكتر جزئية في الامتحانات على فكرة. it's 3 years since he tennis since he last lost he hasn't played، ما لعبش التنس من اخر مرة خسر فيها. since he has been unhappy since he retired، منذ ان تقاعد. اسالك سؤال، يعني ايه سينس؟ برافو عليك، يعني منذ. طب السؤال الثاني، هل كل كلمه في الانجليزي معناها ثابت على معنى واحد؟ هو ده ازمه الانجليزي حرفيا، والمعاني مالهاش علاقه ببعض. يعني مثلا سينس منذ، حلو جدا. المعنى الثاني سينس، المعنى الثاني جاي سينس هي يومين بقى، تخيلوا بقى معايا. سينس equals بتساوي، because لأن equals as، لأن equals for، لأن اوبا ايه الكلام ده؟ أيوة والله الأربعة دول معناهم لأن، ويجي بعديهم جملة سبب. طب وهنجيب بقى ماضي بسيط ولا مضارع تام؟ أنت حر بقى، الكلام هنا free يعني out of tenses، بره الأزمنة. مش فاهم. أيوة، ما أنت كده دخلت في روابط المعنى، وروابط المعنى غير متقيدة بزمن. رابط المعنى دايما غير متقيد بزمن، مش روابط زمنيه هنا، لان يبقى دي مش روابط زمنيه. تعالى بقى معايا طير كده معايا للمثالين الجمال دول. داد ماله؟ مي از هي دازنت هاف تايم. دازنت هاف تايم يعني مش عنده وقت، خلاص يبقى دازنت هيلب. يعني مضارع مع مضارع، بظبط كلامي، ايه المشكله؟ دازنت هيلب، دازنت هاف تايم، مش بيساعد، علشان لان اللي هي سينس هي دازنت هاف تايم. The team often loses، الفرقة بتخسر وبتخسر وبتخسر. Since لأن، it suffers لأنها بتعاني من disorder يعني اضطراب. المثال اللي جاي ده بقى بيقول لي كلمة already عارفها؟ أيوه عارفها، معناها بالفعل، بتأتي في نهاية الجملة لما بتدل على إيه؟ بتدل على تعجب. يعني مثلا عادة بتدخل المطعم بتقعد مش اقل من نص ساعة، ساعة الا ربع، قبل ما يجيلك الاكل. انت دخلت 5 دقايق الاوردر كان قدامك. واو ذاتس ريلي فاست، ذا شيف هاز اوريدي دون اور، هاز اوريدي بريبيرد اور فود، هاز اوريدي بريبيرد اور فود، هاز بريبيرد اور فود اوريدي. هنا انا في تعجب. شوف الاكزامبل الجميل ده، هاف يو ايتن اول ذا فود اوريدي، تكلت كل الاكل بالفعل. You must have been hungry، أكيد أنت كنت جعان. That's really fast، الكلام ده فعلا سريع. The chef has cooked our food already، الشيف خلص لنا الأكل بالإيه؟ بالفعل. من أهم المعلومات في زمن المضارع التام present perfect has have تصريف ثالث، إن هو زمن تكرار المرات. زمن إيه؟ تكرار المرات. حصل كم مرة؟ It's the first time، دي المرة الأولى. It's the second time، it's the third time، it's the fourth time، it's the fifth time، the sixth time. فاهم انت؟ طب it's the only time، it's the last time. كل دول بيشغل جملة مضارع تام. بص كده الجملة الأولى دي، this is the first time، دي أول مرة. this man، I have seen this man.
It's the only time I an electric car. دي أول مرة أسوق عربية electric. It's the first time I have driven electric car. ولكن ولاد الشطار في معلومة بقى مهمة جدا بتقول first بس من غير it's the first time. First بس و last بس بتدلك على الماضي البسيط. أقول لك I first played football. I first played football. أول مرة ألعب فيها كرة قدم. When I was عندما كان عمري. When I was five. أنا عندي 5 سنين. I first played. I last saw. I first ate. I last met. I first studied. فهمت يا ولد؟ First و last بتدل على الماضي الايه البسيط. انما it's the first time. It's the second time. It's the third time. يبقى ده مضارع تام. لان المضارع التام ده بتاع تكرار المرات. I have phoned you. انا اتصلت بيه. كم مرة؟ Twice. Once. Three times. 10 times. But you haven't answered. ولكن انت ما ردتش. طالما هذكر لك عدد المرات وعدد عدد يبقى ده مضارع ايه تام. هذكره لك بالترتيبه دي يبقى مضارع تام. فيرست بس ماضي بسيط. طيب يسترداي اعرفها بتاع الماضي البسيط دي بتاع التصريف الثاني. لاست بتاع الماضي البسيط تصريف ثاني. اجو ماضي بسيط تصريف ثاني. ده الكلام ده انا حافظه يعني بدل ما اقول سي اقول سو. انا اسف انت هتجيب يسترداي وهتجيب هاف وهاز والتصريف التالي. ده بالزاي ده اقول لك مع حالة استثنائية اسمها حالة عناوين الاخبار. ايه عناوين الاخبار؟ يعني three victims يعني 3 من الضحايا. انا عايزك وحياة الناس كلها تركز معايا. ركز معايا هنا قوي 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 في الكلام اللي احنا بنقوله. three victims حصل لهم ايه؟ have been killed قتلوا in a car accident. in a car accident في حادث تصادم او في حادث سيارة. هتشوف الجملة دي عادة فين؟ في عناوين اخبار. a plane has crashed last week. الاسبوع اللي فات في طيارة وقعت. هتشوف ده فين؟ حادث في عناوين اخبار. الحاجات اللي هي a new مثلا machine has been invented last month. كل ده بيدل على الماضي البسيط المضارع التام بكلمات ماضي بسيط. طب ده ليه؟ قال لي ده هجيب كلمات الماضي البسيط مع المضارع التام to make events lively علشان اخلي الاحداث حيوية. طب وانا طالب غلبان هيعملها ازاي دي في الامتحان؟ لا ما انت مش عبط الموضوع. يعني انت هتشوف يستر دي بس مش هتلاقي ماضي بسيط. طب ساعتها تختار مضارع تام. بس هي دي كل الفكر. شوف المثال ده two men in a plane crash yesterday morning. فطبيعي two men قتلوا 2 اتقتلوا يبقى have been killed. طب مستر ليه ما خدتش where؟ طب يعني we're being killed and killed and killed and killed. تنفع دي اصلا؟ ده زمن اللي هو الديوريشن مدة زمنية ما ينفعش فيه الكلام ده. طيب was killed ازاي هجيب مع two was بعقلك؟ لو we're killed ماشي بس اختيار الماضي البسيط مش موجود. امال ايه؟ مضارع تام. تعال انا احكي لك ازاي هنلعب مع ever و never. رقم واحد علشان استخدم كلمة ever دي قدامي كذا حالة اجيب فيها ever. اول حالة ان انا اقول I haven't ever او hasn't. طبعا I haven't ever flown in a plane. عمري ما ركبت طيارة. I haven't ever studied Japanese. عمري ما درست Japanese. I haven't ever ايه كمان؟ ان انا اعملها في صورة question. have you what have you ever
traveled سبق لك قبل كده ان انت سافرت on a plane بطيارة. واحد اثنين ثلاثة هم اللي هيقولوا اه. Have you ever traveled on a plane؟ التالتة ان انا اجيب جملة مقارنة فاقول لك صلاح is the best. يبقى المفتاح في كلمة ايه؟ the best player، افضل لاعب. I have ever seen. I have ever seen. صلاح افضل لاعب شفته قبل كده. يبقى هنا the best ever. The best ever. The best ever. The best ever. و have you ever. هل سبق لك. و haven't و hasn't ever. دول التلات اماكن بتوع ever. طب و never. Never zero. لا. الخبرة هنا zero. طيب تعال انا اوريك never هستخدمها ازاي. رقم واحد. Never. هستخدمها في النفي على الاطلاق. I have never traveled. عمري ما سافرت outside Egypt. I have never traveled abroad. عمري ما سافرت خارج هذه البلاد. ما حصلش قبل كده. أو I have never driven. عمري ما سوقت عربية. Such a fast car. مثل هذه السيارة السريعة. أو faster than. عربية faster than this car. هذه الايه العربية. عايز اقول لولادي الشطار نقطة مهمة جدا. ايه هي النقطة دي؟ never مرتبطة بsuch او مرتبطة بمقارنة اتنين. I have never driven a car faster than this one. I have never driven such a fast car. عمري ما سوقت عربية سريعة زي كده. طيب تعال نشوف بقى الاكزامبلز اللي موضحه عندنا كده. اول اكزامبل عندنا بيقول Have you traveled abroad? Have you ever traveled abroad? سبق لك قبل كده ان انت سافرت الى الخارج؟ No, I have never traveled abroad. لا ما سافرتش الى الخارج قبل كده. Has she ever eaten sushi? هل سبق ليها قبل كده ان هي اكلت السوشي؟ No, she has never eaten sushi. No, she has. لو قال she hasn't يبقى ever. She hasn't تبقى ever. طيب المثال اللي بعده. صلاح is the best player. صلاح أفضل لاعب. I have ever met. صلاح is the best player. I have ever met. He hasn't studied Spanish. He hasn't studied Spanish. He hasn't ever. I have driven a car faster than this one. I have never driven a car faster than this one. I have driven such a fast car. I have never driven such a fast car. خدت بالك معايا؟ ننتقل لمعلومة تانية. المعلومة التانية بتقول have or has been to. مالها؟ ذهب وعاد. Has or have gone to. ذهب ولم يعد. يعني انت لو اشتغلت على gone يبقى كده ذهب ولم يعد. اشتغلت على been ذهب وايه؟ وعاد. المثال الاول بيقولك she likes travel. هي بتحب السفر. She has to Europe a lot. She has been. راحت ورجعت وراحت ورجعت. He has to Turkey. He will be back in a few days. هيرجع لسه. يبقى he has gone to Turkey. مثال كده. You can't see. مثال هنا. You can't see علي. ليه you can't see علي؟ he abroad. سافر الى الخارج. يبقى he has gone. be he has been. see he has sorry have gone. d have been. طبعا الإجابة البسيطة جدا has gone abroad عشان you can't see. المعلومة بقى اللي أنا عايزك تنتبه ليها هنا معلومة اسمها has أو have
been in دي معناها ما زال في. خلي بالك انا مش شغال على تو هنا، مش شغال على has been to والمكان، انا بقول لك has been in، ما زال في المكان. زي الاكزامبل ده كده بيقول لي she has been in hospital، she has been in hospital، هي في المستشفى for 3 years now، for 3 days now، اديلها 3 ايام الان. وهي فين دلوقتي؟ has been in hospital، يبقى ما زالت جوه الايه المكان. يبقى ركز على تعبير has been in، ما زال في المكان، ما زال في المكان. طيب ودلوقتي معلومه جديده. المعلومه الجديده دي بتقول ايه؟ كل رابط بعد مضارع والجمله الثانيه will والمصدر، كل رابط بعد مضارع الجمله الثانيه will والمصدر. لو ما سمعتش الفيديوهات اللي فاتت هقول لك نفس المعلومه. الجمله دي هي المفضله لوضع الامتحانات وبتيجي في الامتحان بشكل مستمر، لان الروابط دي داخله متداخله، يعني داخله في كل الازمنه. بس هي في حته بقى لو لقيت الجمله الثانيه will، لو لقيت الجمله الثانيه going to او امر او نهي، يبقى انا في الحاله دي لازم اجيب بعد الرابط مضارع، لازم اجيب بعد الرابط مضارع، لازم اجيب بعد الرابط مضارع. طيب ماشي يا مستر خلاص فهمنا. I'm going to travel، انا سوف اسافر كده، سوف اهي. As soon as I my degree، سهلة يا مستر. جوت يا ابني جوت، ازاي دي ماضي؟ As soon as I get my degree، مش موجودة يا مستر. I have got my degree، اللي يمشي مع I مين هنا؟ have got. طب يا مستر ليه ما خدتش gets؟ تمشيش مع I. يعني المضارع المناسب، مضارع بسيط ماشي، مضارع تام ماشي، مضارع مستمر ماشي، المهم من مضارع يكون تركيبته مناسبة. المعلومة اللي جاية بتقول after she for the wedding she will invite us، هي بعد ما تروح، هي بعد ما تحضر للويدنج هتدعونا. يبقى after she ايه؟ prepares، مضارع البسيط هو اللي شغال هنا طلقة. تمام؟ prepares after she prepares she will invite us. المعلومه اللي بعدها I leave home until I have had my lunch، انا مش همشي من البيت until الرابط جاء بعد المضارع التام اهو، يبقى فاضل لي want، ودي معلومه مشهوره جدا وللاسف يوم ما جت في الامتحان اتغلط فيها. الحته دي مهمه جدا ويوم ما جت في الامتحان اتغلط فيها. في معلومه موجوده في الكتب، المعلومه دي بيربلكسنج يعني تلخبطك شويه، بتقول ايه المعلومه دي؟ بتقول لك ان الماضي البسيط لما نحدد الزمن، والمضارع التام لما ما نحددش الزمن. الكلام ده الماضي البسيط فيه كلمه داله على الماضي، والمضارع التام ما فيهش كلمه داله وخلاص. يعني بص كده yesterday I saw he for 10 years before he retired، before he to retired يبقى he worked، ماضي بسيط خلاص، هو راجل ريتايرد تقاعد واشتغل، اشتغل تقاعد، ده حدث انتهى. طيب بص الناحيه الثانيه كده ايزس فيلم ان ذا سينما، لا لا الفيلم ده انا شفته في السينما. I have seen، لقد شاهدت هذا الفيلم في السينما. I have seen. طيب جملتي الثانيه بتقول هي از ا تيشر 14 years now he has worked، اشتغل مدرس، هو لسه واقف قدامكم حضراتكم اهو، بس مش 10 years بقى، ده 20 ولا 20 وشويه، ربنا يطلعنا منها على خير. He has worked as a teacher. طيب she her homework، حددت زمن؟ ما حددتش، يبقى has done، she has done her homework. طيب هنا she her homework yesterday، لا yesterday كلام على الماضي، يبقى she has finished her homework yesterday. خدت بالك معايا كده؟ هنا فرق بين الماضي بسيط ومضارع التام، وطبعا فرق first و it's the first. اوكي وطبعا اساس الكلام بقى، يعني هي كل زمن في معلومة أساسية هي اللي داير حواليها كل الموضوع. الماضي البسيط الحدث اللي انتهى خلاص وخلص وتم ended. طب والمضارع التام لسه ليه أثر لحد الوقت، لسه ليه أثر لحد الآن، هو ده المضارع التام. أوكي طيب زمن المضارع التام يؤكد على التكرار. I him 10 emails، كم emails؟ I have sent him 10 emails. تمام زمن المضارع التام يمكن ان يستخدم مع بيفور، ايوه بيفور، ما احنا عارفين
مضارع تام مع بيفور. باي ذا تايم سوري باي ذا واي على فكره. باي ذا واي على انا مش بقول لك حاجه على فكره، هي كلمه باي ذا واي معناها على فكره، يعني انت ممكن تقولها كده في وسط الكلام، باي ذا واي على فكره. I Luxor before. I visited Luxor before. أنا زرت Luxor before this time. قبل كده. تمام؟ اللي انتوا شايفينه ده الـ General Exercise أو التدريبات العامة اللي أنا هدخلكم كده ونلف لفة في التدريبات العامة دي مع بعض. لا احنا نحل الحتة الصغيرة دي الأول. محمد في حتة تتقطع هنا. ماشي؟ هنحل بقى كام جملة كده على المضارع التام، ست جمل على السريع كده قبل ما نخش في المضارع التام المستمر. أول حاجة بتقول as soon as they as soon as they the company they are going to appoint employees as soon as they have founded. عايز أقول لابني الشاطر إن الفعل found معناه يؤسس. بص يا ابني أنت عندك كلمة اسمها find معناها يجد. تاني بص يا ابني أنت عندك كلمة اسمها find الماضي منها found تمام، والتصريف الثالث found ودي معناها يجد. خلاص كلمة تانية بفعل تاني غير خالص تمام بيقول found كده بمعنى يؤسس والماضي منها founded وجاية منها foundation. foundation اللي هو كريم الأساس تمام، عشان ما تروحش منك بقى خلاص كده سبت كده. found foundation before the secretary قبل ما السكرتير يفنش يخلص الريبورت. المانجر will give him، خدت بالك من will دي، خدت بالك من will give him يبقى has finished قبل ما يخلص هيديله ايه data to add معلومات يضيفها. you can't talk to طارق مش تقدر تتكلم مع طارق ليه؟ he has just gone out لسه حالا خارج. طارق is in Egypt now، طارق اللي خرج رجع is in Egypt now. he to England for the third time he has ايه؟ he has been to England for the third time يعني راح انجلترا ورجع وراح ورجع. three cars ثلاث عربيات حصل لهم ايه؟ have been damaged in a car accident on the ring road yesterday على الطريق السريع على الطريق الدائري yesterday بالامس حصل ان ثلاث عربيات have been damaged. it's the first time I on a plane دي اول مرة اسافر بها على البلين. it's the first time I have been on a plane so I feel very nervous لذلك انا very nervous. دلوقتي مع زمن مضارع التام المستمر. عارف الشجرة؟ الوقت التايتل ده معنى ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. التايتل ده معنى ايه يا ولاد؟ التايتل ده present perfect continuous. عارف الشجرة؟ فرع الشجرة؟ اهو ده مجرد فرع من زمن المضارع التام. وفرعي لحتة صغيرة كده بما انه اي نجي فشغله محدود. ايه محدود؟ يعني ماليش الا الافعال الديناميك اللي ليها ديوريشن اللي ليها مدة زمنية. طب وده بيقول ايه؟ ان الحدث بدأ وما زال مستمرا حتى الوقت الحاضر. ما زلت انا في قلب الحدث دلوقتي. I have been watching this video for an hour now. اديلي ساعة بتفرج على الفيديو ده. for 30 minutes now. اديني لسه خلصت ولا لسه في قلب الفيديو. I have been watching, I have been studying, I have been recording. الحدث شغال لحد الان. فهجيب ايه الكلمات الداله for لمده since منذ how long كم المده when as soon as all day till until وكمان جمله yet جمله yet وجمله still ما زال في قلب الحدث. انت ما زلت جوه الحدث still. فعشان كده هناخد مضارع تام مستمر اللي هو ايه have has been verb ing. مستر معلش هو انت جايب معلوم بس ليه؟ ليه مش جايب مجهول؟ اقول لك مفيش منه مجهول. المجهول ماضي تام مضارع تام بس. dad بابا ماله so tired مجهد جدا. ايوه عيني قاعد على الكرسي هو شكله تعبان خالص. he has been working all day. مستر انت لسه قايل المثال ده من شويه بس ما ضفتش all day. all day long بتدل عن الحدث خد فتره من الزمن فاهم؟ فعشان كده he has been working. مستر طب ما تنفعش he has worked بس. he has been working ايوه اهيت ما تنفعش has worked بس يا مستر. اقول لك تنفع. ايه المشكله؟
بس has been working أدق شوي. طيب المثال الثاني بيقول I'm really tired today. أنا مجهد جدا النهاردة. ليه؟ I until late I have been studying for 12 hours. 12 ساعة. خد بالك المدة الزمنية. التركيز على المدة الزمنية هنا اللي خدها الحدث. He looks furious. باين عليه غضبان. إيه؟ How long has he been waiting? هو مستني أديله قد إيه؟ ممكن تكون راكن صاحبك أديلك نص ساعة وتقول له ألبس بس الكوتش وأجيلك. تمام؟ ألبس الكوتش دي فيها ساعة على الأقل. يبقى How long has he been waiting? هو منتظر أديله قد إيه؟ طيب قلت لك الزمن المضارع التام فرع حتة صغيرة. طب إيه يا مستر؟ أقول لك مش هتقدر تستخدمه طول الوقت. طب ليه؟ لأن في منه بقى المضارع التام المستمر ولا ايه؟ معلش الحته اللي فاتت دي هتتقطع يا محمد. زمان المضارع التام المستمر قلت لك ان هو مجرد فرع في حاجات كتير جدا مش هينفع مضارع تام مستمر، منها مثلا ان انت تقول لي ان في افعال ستيت حاله وصف وشعور وكلام من ده ما تنفعش مستمر. يعني مثلا we have each other for 3 years now. احنا نعرف بعض قدنا 3 سنين دلوقتي، يبقى we have known. we have known الفعل نو مش من الافعال اللي بتيجي اي ان جي. نو اندرستاند ريلايز فورجيت ريممبر، فاهم انت اللي هو الادراك، كل ده ما ينفعش اي ان جي. المثال اللي بعده شي هاد ذس كار فور 10 ييرز ناو. شي هاز هاد ذس كار، شي هاز اوند، اوكي، شي هاز بوزست، امتلكت. الافعال دي ما تنفعش اي ان جي، افعال الامتلاك بوزس واون وبيلونج وكونتين، ده ما ينفعش اي ان جي. اه سوري، شي هاز اوند، she has had. امسح دي كده، she has had. she has had لا يستخدم عندما يكون هناك تكرار مرات. ايوه تكرار المرات ده تخصص المضارع التام مش المضارع التام المستمر. خلي بالك معايا I have you twice. انا اتصلت بيك مرتين. yet I haven't received an answer. يبقى twice ده من كم مرة؟ مرتين. يبقى I have phoned. I have phoned. We six photos. كم صورة؟ six photos. ست صور. يبقى we have taken six photos. ست صور. Okay. الإجزامبل اللي بعده. Since he joined the army. من ساعة ما دخل الجيش. Since past simple. إيه اللي حصل؟ He two medals has received. He has received. استلم ميداليتين. طب دلوقتي مع مجموعة جمل تطبيق أكتر على الزمن ده، بحيث ان انت لما تخلص معايا زمن المضارع التام يبقى انت خلصته كده في اكتر من 50-60 جملة في وسط الجمل نفسها، في وسط الشرح جمل وفي اخر الشرح جمل. والميزة في الجمل انها جمل مواقع تدريس الجرامر، وجمل كمان امتحانات سنين سابقة وحاجات محطوطة بعناية، يعني مش اي كلام، يعني مش جملة مثلا توضيح، لا ده جمل من الاخر تلاقيها في الامتحان على طول باذن الله. بس طبعا عايزك تهتم بكل تفصيلة وكل مفردة فيها، لان انا مش بحطها خلاص، لا بحطها وعارف هي رايحة فين وجايبها منين. فبعد اذنك اهتم بكل تفصيلة هتشوفها معنا في المتزمة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال بيقول ايه؟ هو بدأ من رقم 7 لان انا حليت 6 في الفيديو اللي فات. اول جملة بتقول since he joined. ايه يا مستر since دي؟ since يا عيالي يعني منذ، والماضي البسيطة هو فاضل لك ايه؟ مضارع التام. since he joined the army من ساعة ما دخل الجيش he has received two medals. في two دي رقم لان زمن التكرار. معايا واحدة واحدة. my little brother is sad. اخويا زعلان. ليه؟ because لان he has broken، لانه كسر his favorite toy. عارف لو was sad الاجابة هتبقى had broken، انما is sad يبقى has broken. It's more than 40 years. It's فترة زمنية since. It's فترة زمنية since. ماضي بسيط. It has been more than 40 years. Sorry. It's more than 40 years since my uncle traveled. He has discovered that he is diabetic. اكتشف ان هو diabetic. Diabetic. يعني مريض سكر. Diabetic. اكتشف ان هو مريض سكر. So he hasn't taken much sugar. lately مؤخرا ما بقاش ياخد سكر كتير.
I haven't seen the new adventure film. I haven't seen the new adventure film. ما اتفرجتش على الفيلم الادفنتشر الجديد. ها lately ولا yet؟ لا هنا yet عشان انا ما اتفرجتش، بس هتفرج. انما ده ما بقاش يعمل مؤخرا. That's terrific. That's terrific. كلمة terrific معناها رائع. هذا terrific ممكن تدخل معاك مع traffic. انما دي تير، بص كده TERIF terrific. اما التانية tra ودبل اف، فاهمني؟ دي غير دي. That's terrific، هذا رائع. Have you finished all the reports؟ هل انتهيت من كل التقارير؟ Already انا بتعجب من سرعتك، فهنا already. This shirt is the most expensive shirt، ده اغلى قميص اشتريته. This is the most expensive shirt I have ever bought. طالما قلت لك مقارنة ب the most, the best, the strongest, the biggest، مقارنة واحد على مجموعة superlative، يبقى هنا ever. سؤال متكرر في الامتحانات على طول. You can see Ali now. تقدر تشوف علي دلوقتي. ليه؟ Has just arrived. لسه واصل علي حالا. He has just arrived. She her friend since her departure to London. Since her departure يعني منذ رحلها إلى لندن. She hasn't seen her friend. She hasn't seen her friend since her departure. We're living here for 10 years now and we don't intend to move. احنا عايشين هنا قدلنا 10 سنين وما عندناش نية ان احنا نغادر. يبقى we have lived here. We have been living here. We have been living here. I enjoyed the film as I saw many places. أنا مستمتع بالفيلم. ليه؟ So many places. شفت أماكن كتيرة. I've never been to. I've never been to. Never been to. عمري ما ذهبت إليها. شفت الاختيار؟ شفت المكر؟ 93 دي. بس شايف المكر لسه مستمر. اخترت أنا بين بس. إنما هي المفروض been to. طبعا أنا وأنا بتكلم حطيتها been to يعني. I from the since I from him. I from him since he went abroad. I haven't heard from him. ما سمعتش أخبار منه منذ أن سافر الخارج. Malty has been away from his office. الرجل ده بعيد عن مكتبه. 13 successive years. For 13 successive years. I am a student in the third secondary grade. أنا طالب في ثالثة ثانوي. English for 8 years. I've been learning and learning ولسه learning لحد دلوقتي، لحد ما انا بتفرج عليك يا مستر وانا لسه learning English. سعد زغلول الله يرحمك يا سعد، كنت دايما تقول مفيش فايدة. سعد زغلول in exile. تمام. In another country for many years. اوعى تقول لي have lived، يبقى لسه سعد زغلول في المنفى لحد دلوقتي. الطبيعي ان انت تقول لي ايه lived ended. Tamir left for England in 1990. He hasn't come back. His departure. Since his departure. يلزمك تعرف كلمة departure. Depart يرحل و departure رحيل. Depart. Departure. Since his departure يعني منذ رحيله. We our old friends for a year. They are too busy. We haven't met. احنا ما قابلناش ال old friends for a year لمدة سنة. They have been too busy. We haven't met. It for the past 3 hours. It has been raining and raining and raining for the past 3 hours. The desert land and farming. It for about 8 years now. The desert. They have been reclaiming and reclaiming the desert. They what to do for the holiday yet haven't decided. لسه ما قرروش. She hard for 8 years now. 8 years now. أدلها 8 سنين بتشتغل. She has been working. Has been working. We in a chain of hope child for a week last year. We were taken in. يعني احنا تم اخذنا للتشين هوب دي for a week last year. الحدث ده خلاص انتهى. Since he joined. منذ ان انضم. since ماضي بسيط.
Since he joined the army, he has received تسلم جوائز. الفيديو اللي جاي يا أولاد مع زمن الباست سيمبل. الجرامر التطبيقي حاجة تانية. الجملة والحل عليها. والجملة والحل عليها. والنقطة الشرح والحل عليها على طول. نقطة والحل. إن شاء الله عقدة الجرامر اتفكت بإذن الله. إن شاء الله اسمع مرة واثنين وثلاثة واوعى تنسى المتابعة.